اول حاجه ان انا اتمنى ارجع رقم واحد. والحاجه الثانيه ان انا نفسي فعلا لعبة الاسكواش، انا مقتنع ان هي لعبه عظيمه يعني، مش واخده حقها اعلاميا، مش في مصر عامه، في العالم مش واصله للناس بشكل كبير. اتمنى، عارف زي ما بيجي في كل رياضه كده، محمد علي كلايف اسمها ايه دي في البوكسنج، روجر فيدرر في التنس، ونادال، مش عارف مايكل جوردن في الباسكت، اللعيب دي يعمل. اتمنى ان احنا هنا في الدجله وانا كلعيب اقدر اسلط الضوء على لعبه الاسكواش وابين ان هي لعبه عظيمه يعني. طيب قدوتك اصلا في اللعبه مين يعني؟ مثلا في كرياضي مين مثلا في الاعلى وانت من انت صغير؟ كرياضي روجر فيدرر في التنس، وزين الدين زيدان في الكوره. في الاسكواش طبعا في كتير يعني، بيتر نيكول كان واحد منهم، كابتن كريم درويش اللي انا دلوقتي يعني بتشرف ان هو يعني كان رئيس قطاع الرياضه هنا في وادي دجله، وبعدين دلوقتي هو رئيس الاسكواش، ويعني هو زي ما بيقول المنتور بتاعي والقدوه بتاعتي دلوقتي، هو اللي دايما بيرشدني على الطريق الصح. وبالنسبه لي دي ان انا ابقى بتمرن معاه دلوقتي حاجه كويسه جدا. اخويا الكبير كان واحد من قدوتي برضه. طب بالنسبه زين الدين زيدان، بتشجع بقى لبرشلونه ولا بشجع ارسنال في انجلترا؟ ده اكتر فريق بشجعه، بشجع ريال مدريد في اسبانيا. يعني لو ليفربول بيلعب مع ارسنال بتشجع مين؟ بلاش السؤال اللي هيدخلنا في السياسه ده. كنت بشجع ارسنال في الدرع الخيريه اللي فاتت دي بصراحه. طيب في مصر بقى بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟ وليد دجله، والله مش فعلا مش نفاق يعني، انا عمري في حياتي ما كنت بشجع في مصر، عمري ما يعني، والدي عمره كان بيشجع كوره، فعمري ما كبرت ان انا بشجع فريق. يعني ما بتفرجش على ماتش الزمالك؟ لا بتفرج طبعا. بس عمري ما ملت لحد عن التاني. وبعدين دلوقتي من ساعه ما جه وليد دجله في 2017 خلاص، هو فعلا انت المناخ هنا في النادي بيبتدي يحسسك ان انت جزء من عيله كده، عايزها تبقى احسن عيله في العالم. فلما وليد دجله بيلعب الحمد لله دلوقتي اهو، عملنا دول نكتتين ثلاثه طلعونا من الهبوط بين رقم 9 الحمد لله، رب نكمل على كده. طب بس انت برضه ما رضيتش والله. والله ما بنطق يعني، مش فارق معايا اصلا، انا يعني هخاف ان انا اقول عمري في حياتي ما كنت اهلاوي.